كمان دلوقتي هنروح معاكو من كلام الجرايد لأهم الكلام برضو اللي اتقال عن النادي الأهلي، لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف يكشف تفاصيل رحلة الأهلي لتونس. يلا كورة، الأهلي نثق في تكرار حسن الاستقبال بتونس وحضروا فتنة السوشيال ميديا. في الجول محمد يوسف الأهلي سيذهب لرادس للعب كرة القدم ونحترم قرارات الاتحاد التونسي. بيتو يوسف يطمئن من سفير مصر في تونس على ترتيبات رحلة الأهلي. الشروق شطة للشروق، الكاف لا يستطيع إيقاف أزارو. الوفد مدرب الأهلي الحملة ضد أزارو لن تشتت تركيزنا. اليوم السابع الأهلي يصطحب أحمد فتحي في رحلة تونس لمواجهة الترجي برغم الإصابة. البوابة اليوم الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي. الشروق مدرب يد الأهلي أغلقنا ملف أفريقيا وتركزنا على الدوري.